السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد الذي نتمنى أن ينال إعجابكم. باقيين في الدرس ديال الإحصاء اللي غادي نشوفوا فيه الأنشطة الأخيرة ديال هذا الدرس، وغادي نتعرفوا على مفهومين جديدين. إذن على بركة الله نبدأ بالنشاط رقم 5. النشاط رقم 5 عندنا واحد المتسلسلة إحصائية، جدول فيه النقاط ديال التلاميذ وعدد التلاميذ الذين حصلوا على كل نقطة. بمعنى آخر عندنا قيم الميزة وعندنا الحصيص ديال كل قيمة من قيم الميزة. إذن سؤال 1 هو حدد قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. إذن من خلال الجدول شوفوا مزيان أشنا هي قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. إذن الجواب واضح، غادي تشوف الجدول مزيان وغادي تبان لك قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. السؤال هو قيمة الميزة، قيمة الميزة. إذن غادي نجاوب على السؤال. إذن الجدول هو هذا، غادي نمشي ونشوف 5 عندها 7 8، إذن غادي نمشي لعدد التلاميذ ونشوف شنو هو أكبر عدد. 7 10 13 4 5 1، إذن 13 هي الكبيرة، وبالتالي القيمة ديال قيمة الميزة هي 10. إذن قيمة الميزة هي 10. إذن قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص هي 10، حصيص ديالها هو 13. إذن هنا غادي نتعرفوا على واحد المفهوم جديد. هذه القيمة تسمى منوال المتسلسلة الإحصائية، كتسمى المنوال. إذن أشنا هو المنوال؟ المنوال هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص، هذا إلا كنا كنتكلموا على متسلسلة بالقيم. إذن قيمة الميزة هي التي لها أكبر حصيص هي 10. إذن نقول أن الميزة التي لها أكبر حصيص تسمى المنوال، إذن كتسمى المنوال. إذن هذا نشاط بسيط. غادي ندوزو إلى كانت عندنا متسلسلة بالأصناف. إذن نشوفوا النشاط الآخر، نشاط 6. نعتبر المتسلسلة الإحصائية التالية، عندنا الصنف وعندنا الحصيص الموافق لكل صنف. السؤال هو حدد الصنف الذي له أكبر حصيص. إذن ما هو الصنف الذي له أكبر حصيص؟ إذن نفس الشيء غادي تشوفوا مزيان، فين الصنف، فين هو الصنف اللي عنده أكبر حصيص. بمعنى كتمشي لهاد الحصيص وكتشوف شنو هو أكبر عدد. إذن عندنا 10 30 40 60، وبالتالي 60. إذن عندنا 60 هيش أكبر حصيص، وبالتالي شنو هو الصنف الموافق له؟ هو دي محصور بين 50 و 60. إذن الجواب هو وهذا، الجواب هو ها هو. إذن الصنف الذي له أكبر حصيص هو دي محصور بين 50 و 60. إذن الجواب عنا كسبناه. إذن هنا نفس الشيء، هذا الصنف الذي له أكبر حصيص يسمى المنوال، يسمى منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. إذن بخلاصة هو أن المنوال هو قيمة الميزة أو الصنف التي لها أكبر حصيص. كملاحظة يمكن أن نجد قيمتين أو ثلاثة هما المنوال، هذا إذا كانوا عندهم نفس الحصيص وهو الكبير. بحالاش مثلا إلى لقينا مثلا هنايا بلاصة 10 كاينة 60، إذا هنا كاينة 60 وكاينة هنا 60، وبالتالي شنو هو المنوال؟ المنوال هو دي محصور بين 50 و 60 و دي محصور بين 20 و 30. نفس الشيء حتى إلا كانت عندنا متسلسلة بالقيم، فراه ممكن يكون عندنا جوج ولا ثلاثة، هذا إلا كان عندهم نفس المنوال وهو الكبير. غادي ندوزو إلى النشاط الأخير في هذا الدرس.
نشاط سبعة في الجدول التالي نقاط كل من أحمد وخالد في أربعة فروض. إذن عندنا أربعة الفروض، نقطة نقاط أحمد هما كالتالي كما كتشوفوا في الجدول، ثم نقاط خالد في كما كتشوفوا حتى هما كاينين في الجدول. إذن السؤال هو بغينا نحسبوا المعدل ديال كل من أحمد وخالد شحال جابوا في هاد المادة، مثلا مادة في أربعة الفروض شحال غادي يجيب، شنو هو المعدل ديالو. ثم السؤال الثاني، قارن بعد وقرب نقاط كل من أحمد وخالد من المعدل الحسابي. والمعدل الحسابي راه هو معدل أحمد في ذلك الفرد. إذا نفس الشيء غادي تجاوبوا على النشاط ومن بعد تشوفوا الجواب وقارنوا. إذا غادي ننتقل للجواب. عندنا نقاط أحمد، إذا كما هما في الجدول خديتهم وحطيتهم قدام باش نحسب وباش ما يغلطوا، باش ما نغلط، باش ماشي نشوف هذا الجدول ونقول راه نقاط خالد هما الحصيص ديال نقاط أحمد. لا، نقاط أحمد بوحدهم ونقاط خالد بوحدهم، بمعنى كل فرد عنده المعامل ديالو واحد، وبالتالي اش غادي ندير؟ غادي نجمع الفروض وغادي نقسمو على عدد الفروض. عدد الفروض هو شحال؟ أربعة، وبالتالي الحصيص الإجمالي عندي هو أربعة. هاي إذن أربعة، إذن غندير 10.5 زائد 10 زائد 12 زائد 11.5 ونقسمها على أربعة. إذن السؤال الأول نقاط أحمد نفس الشيء، إذن غادي نلقى، إذن الملاحظة هو لقيت 11، إذن المجموع قسمته على أربعة. غادي ندوزو لخالد، إذن غادي نحسبو المعدل ديال خالد حتى هو. عندنا النقاط ديال خالد هما 7 15 17 5، نفس الشيء غادي نديرو المجموع وغادي 7 زائد 15 زائد 17 زائد 5 مقسوم على 4، إذن كتلقى عندي 11. إذن الملاحظة الأولى هو هاني لقيت عندهم نفس المعدل الحسابي، هذه الملاحظة الأولى. السؤال الثاني، قارن بعد وقرب نقاط كل من أحمد وخالد مع هاد 11. إذن غادي نرجع نشوف هنا شكون هما النقاط اللي قراب لي هاد 11. إذن 10.5، 10، 12، 11.5، إذن هادو تقريبا راه قراب 11. إذن 10.5 بينه 0.5، بينها واحد، بينها واحد، بينها 0.5، إذن هادو قراب لي معدل الحساب. بالنسبة لهنا 7 و11 بزاف، كاينة تقريبا بيناتهم 4، 15 و11، 4، 17 و11، 5، 6 و5 و11. إذن هنايا هادو بعاد. إذن اش غادي نقولو؟ نقول أن نقاط أحمد هي قريبة من 11، ونقاط خالد فهي بعيدة من 11. إذن هنا كان غادي نتعرفوا على واحد المفهوم جديد اللي هو تسمى التشتت. نلاحظ أن نقاط أحمد أقرب إلى المعدل الحسابي من نقاط خالد، وممكن نقوله نلاحظ أن نقاط خالد هي أبعد ولا بعيدة إلى حول المعدل الحسابي من نقاط أحمد. إذن عندي جوج ديال المتسلسلات الإحصائية، معدل ديال أحمد ومعدل ديال خالد. إذن نقول أن متسلسلة إحصائية أقل تشتتا من متسلسلة إحصائية أخرى إذا كانت قريبة من المعدل الحسابي. إذن نقول أن نقاط أحمد أقل تشتتا من نقاط خالد، علاش؟ لأنها قريبة من أو أقرب إلى المعدل الحسابي. إذن هذا هو تعريف التشتت. باقي غادي نكتبوا التعريف ونشوفوه في الملخص اللي غادي نشوفوه في الشريط المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أقول دائما، إذا كان أي سؤال، أي ملاحظة، أي تساؤل في هذا الشريط من الأشرطة السابقة، فما عليكم إلا وضعه في التعليقات وغادي نجاوبكم إن شاء الله إلى شريط آخر.